النوفي تياتر كان مكتظ يعني، وهذا شرف لي كبير ان الطلبة يظنوا باللي قادر نمد لهم شيء. فتكلمنا على اليوم على الموضوع كان خاص بالتكنولوجيا خاصة فورث اندستري ريفولوشن، بعض الطرق كيفاش الواحد يدير كيفاش تخترع في الجامعة مقابل تخترع في الاندستري. فكان هذا المحور اللي هضرت عليه، ويعني الأسئلة تاع الطلبة يعني كانت أكثر من مستوى، كنت خايف يعطوني سؤال ما نقدرش نجاوب عليه. أول مرة نجي لمدينة تيان حقا، أول مرة، فيعني ضربت دورة الصباح ربي نط بكري، رحت أنا وخويا ضربنا دورة نضرب بكري، ما كانوا الناس مازالوا ما ناضوش ولا ربما، دورنا سونتر فيل وهذاك. نتمنى على بالي كان حاليا في مدينة تيارت شوية نقص ما وذاك، نتمنى أن هذا اللي يتحل، ونطلب من أني هضرت في المحاضرة باللي في الدول كلنا الحل تاع الشركات اللي تمون الماء والحكومة يلعبوا دور. في المحاضرة هضرت على للطلبة وش لازم يدير الطلبة، أنه لازم الواحد ما كاش حاجه تجيك هكاك بالسهله، لازم العمل، وخاصه كما احنا خرجنا للخارج فتخدم 10 مرات ما يخدموا هما باش تبان. فهذا المهم انه الناس يعمل، الطلبه يعمل، يتجنبوا الطلبه اللي شويه عندهم شويه ما يحبوش القرايه ولا يمشوا في طرق ملتويه شويه. إذا حاب تنجح تتخلى من الناس هذوك. قلت باللي الأساتذة لازم الواحد احترام الأستاذ، ضيعنا هذه النقطة هذه باحترام الأستاذ. الوالدين خاصة مهم ياسر. فهذو من النقاط، أنه ما كاش حاجة حل هكذاك رباني ولا يجيك تعمل كناس. ولا خليني نكمل النقطة هذه، أنه الواحد الحاجة الوحيدة اللي تنجحك صح أنك ما يغركش العمل تاعك، تبقى تخدم، خلي العمل تاعك هو اللي يتكلم عليك، لا داعي أنت تروح تبين روحك.